اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ان مواصله رفض مسارات التعاون والتنسيق سيفتح ابوابا واعده للعمل المشترك بين مملكه البحرين ودوله قطر الشقيقه وهو مما تحرص عليه قياده البلدين الشقيقين في اطار علاقتيهما الاخويه الوطيده واسهاما في تدعيم اسس التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر اليوم بالدوحة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من اصحاب المعالي والسعاده الوزراء وكبار المسؤولين المرافقين لسموه. وفي بدايه اللقاء رحب صاحب السمو امير دوله قطر بزياره صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الرسميه مشيدا بعمق العلاقات الاخويه التي تربط البلدين الشقيقين. وقد نقل صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله تحيات حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الى اخيه صاحب السمو امير دوله قطر وتمنيه جلالته لدوله قطر الشقيقه المزيد من الرفعه والارتقاء واكد سموه على ان التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون عبر مختلف صور التواصل الحيوي بين الاشقاء هو مرتكز هام اسهم في الدفع بمسيره التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه مما تجسد في حكمه ووحده المواقف التي تتخذها دوله ازاء مختلف التحديات وترجمه مضمون الشراكه الحقيقيه لتعكس صلابه هذه المنظومه وقدرتها على تحقيق المزيد من المنجزات والسعي نحو التكامل الذي يتيح لها صفه التنافس مجتمعه بين مختلف التكتلات القويه مشيراً سموه إلى أن استمرار مساعي تعزيز منظومة مجلس التعاون ككيان موحد يجسد التزام الدول الشقيقة وإيمانها الراسخ بمواقع المصير المشترك والعمق الاستراتيجي الذي يشكله المجلس لدوله فذلك ترسيخ لبنية هذه المنظومة بما يرسخ أركان أمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات قادتها وشعوبها نحو المزيد من الازدهار والتقدم المستدام لخدمة تطلعات المواطن الخليجي. هذا وقد أقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة مأدبة غداء تكريما لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق